وبلاده، هاجم الشعب وبلاده، هاجم حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. قبل ما نبدي البرنامج نحب نذكر السادة المشاهدين أنه إحنا عندنا تردد جديد أو قناة الرافدين عندها تردد جديد، هو 10727 أفقي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايل سات. فنتمنى من السادة المشاهدين أنه يأخذون ريموت التلفزيون ويدخلون هاي الإعدادات الجديدة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى نظل مستمرين وياهم في تقديم البرنامج. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع بآرائكم، فأي شخص يحب يتصل بالقناة أرقام البرنامج راح تظهر أسفل الشاشة، يقدر يتصل على أي رقم من الأرقام التالية. الرقمين ذني تشوفوهن، هذا واحد وهذا الثاني، مخصصة إلى داخل العراق، إضافة إلى عندنا مجموعة أرقام أخرى راح تشوفوها أسفل الشاشة هنا، هذني تقدرون تتصلون بها من داخل العراق أو من خارجه. وبالإضافة إلى ذلك عندنا هذا الرقم اللي تشوفوه قدامكم مخصص إلى برنامج الواتساب، ما أقدر أشغل بأي فيديو، ما أقدر أشغل بأي رسالة صوتية أو اتصال لأنه ما مخصص للاتصال هذا الرقم. فأتمنى أن تكون رسالة مكتوبة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، العراق الكل يعرف حال العراق، وما يخفى عن العراق أو عن العراقيين حال هذا البلد ولا عن العالم. لكن المشكلة أنه أكو طبقة من السياسيين والأحزاب والكتل السياسية و الهيئات التنفيذية والهيئات التشريعية والوزارات واللجان اللي داخل الوزارات والمدراء العامين، هاي الطبقة ما شاء الله عليها من 2003 إلى اليوم من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ، يروح واحد نقول خلصنا منه يجي الثاني يطلع أتعس من القبلة. فوصل الحال بال 2020 إنه العراق كهرباء ما بي، مي ما بي، زراعة ما بي، صناعة ما بي، تجارة ما بي، صحة ما بي، تربية وتعليم ما بي، كل شيء ما بي. وصل الحال إلى أنه العراق اليوم باللهجة العامية قاعد على الحديدة، يعتمد بس على النفط. وكلنا شفنا لما انخفضت أسعار النفط شلون الحكومة قامت تجدي جدية حتى تعطي رواتب للناس وما نطتها. وبنص هذا المعترك كله يطلعوننا سياسيين وواحد يحكي على الثاني. يعني اليوم جمال كوجر النائب بالبرلمان يقول ثلث أعضاء مجلس النواب الحالي جاءوا بأصوات مزورة. إذا ثلث أعضاء البرلمان الحالي جاءوا بأصوات مزورة، واللي يعرف أنه ثلث هذول جاءوا بأصوات مزورة وسكت، فهي مصيبة. رقم 2، إذا ثلث أعضاء البرلمان بأصوات مزورة
يعني ذولا دا يمثلون كتل سياسية، يعني ذولا مطلعين لنا وزراء دا يحكمون. هاي المصيبة الثانية. فيا أستاذ جمال كوجر، لما تطلع وتقول إنه الحكومة ما عندها قدرة إنه تسوي انتخابات مبكرة وثلث أعضاء البرلمان جوي بتزوير، فهاي مردودة عليكم أنتم. رقم اثنين، جوزيف صليوة يدعو البرلمان أو عفوا يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف لإنقاذ العراق على غرار لبنان. هو اش دمر العراق لو ما المجتمع الدولي؟ واش دمر العراق لو ما تدخل المجتمع الدولي؟ واش دمر العراق لولا أنه وقفت أمريكا وبريطانيا وقامت بالحرب معارضة بقرار الأمم المتحدة اللي ما أقرت بالحرب؟ بال 2003 الأمم المتحدة ما أقرت بالحرب وما وافق مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا الشيء، بس أمريكا سوت هذا الحرب. فأنت يا مجتمع دولي يجي نقدك، يا مجتمع دولي هو ده يشوف الانتهاكات لحقوق الإنسان اللي ده تصير بالعراق بالجملة وساكت، يا مجتمع دولي وده يشوف تجنيد الأطفال وعمالة الأطفال والخطف والتهجير القسري والإخفاء القسري، ده يشوفه شوف عين ويسكت. يا مجتمع اللي يشوف جريمة مثل اللي صارت ويا الشاب محمد، يعرون من ملابسه ويحلقون شعره بكتر ويسكت. يا مجتمع دولي اللي يشوف الطفل اللي انداس بدبابة، واللي يشوف واحد تتهشم رجله بشاكوش، واللي يشوف الناس تتقصقص إذنها بكترات وسكاكين، واللي يشوف شاب نتيجة تشابه أسماء يحطوا له حجار حار بإيده ويقصون إيديناته نتيجة التعذيب. يا مجتمع دولي ويشوف 90 أو 95% من السجون العراقية بها أبرياء يعذبون أشد تعذيب ويعدمون نتيجة هذه التعذيبات وإقرارهم على اعترافات نتيجة التعذيب ويسكت، وأنت تقول أريد المجتمع الدولي يحافظ له على العراق. أم مهند من الموصل ويانا، حياك الله يا أم مهند. مرحبا أستاذ أفل. أهلا وسهلا بيك. شلونك أخويا؟ هلا بيك أختي، الحمد لله. أنت شلون؟ الله يحميك إن شاء الله. الله يحميك. حياك الله أختي، تفضلي. الله، يعني أستاذ أفل عندي معتقل. نعم. والله يا أستاذ أفل، وإحنا نطالب بالعفو العام، بس حتى الناس تعرف. أم مهند معتقل منه؟ ابن، أخ، زوج؟ ابني. لا والله ابني معتقل. ابن من شو وقت؟ والله هاي صار له 2 و3 أشهر تقريبا، يعني جو أخذوه من البيت. نعم، 27 شهر. اي والله قلت لهم يا باش عنده ابني، ليش تاخذون ابني؟ اخذوه من البيت من الموصل. لو انتم خارج الموصل؟ أيه. نعم. لا من الموصل بالبيت. نعم. توتنا قاعدين نتغدى وفاتوا علينا، طبوا علينا، دقوا الباب وفاتوا علينا. طيب قلت له يا باش عنده ابني، ليش تاخذوا شاكو؟ قال ساعة زمان استفسار ورجع لش هو. استفسار. نعم. والله واخذوه على الوجه وننتظر 9 أشهر 10 أشهر، احنا ننتظر ندور عليه. ولقيتوه لو لا؟ والله ما لقيناه. بعدين قبل 10 أشهر خبرونا من سجن الناصرية، قالوا تعالوا واجهوا ابنكم، ابوكم سجن الناصرية. موجود في سجن الناصرية. طيب. نعم. ورحت واجهته، والله قلت له ابويا اجابك هنا ليش؟ قال والله يوم من اثر التعذيب ومن اثر الشتيل ومن اثر اعترافك بان اني داعش، دخلوني 4 أرهاب، والله قطعوا الكفرات على ظهري. ايش قد عمره ابنك الله يحفظه؟ والله مواليد 98. نعم. اي والله. قلت يا باش حكمك اخويا؟ قال والله القاضي حكمني ارجع. يعني وين الحق استاذ افل؟ وين الحق؟ هو هذا الحق اللي عندنا بالعراق؟ نعم. وين الحق؟ ما عندنا حق احنا هنا بالعراق استاذ افل. يعني لمن احد يشتكي على حد غير القاضي يطبب القران لذاك الشخص بان انت شفته هذا بعينك حتى يقدر يحكمه؟ ليش بس يشهدون الشهود؟ هذا هو حكمه، اعدام مؤبد،
يعني هو هذا الحق. شنو حكم هسه ابنك؟ والله اعدام. اعدام نعم. اي والله والله مدخلي اربع ارهاب. والله رحت والله ظليت ابكي وانوح واسوي ولا ابويا ولا اخويا قال والله يوم هذا اللي صار وهذا اللي جرى ايش اسوي؟ يعني انا حسب ما افتهمت انت قلتي صار له سنتين وثلاث اشهر يعني كان عمره 20 سنه لما اعتقل. هو كان طالب او يشتغل او شنو؟ والله يشتغل بالحلان، والله يشتغل عامل بالحلان. نعم. اي والله، والله العظيم. كاسب. الله على ما اقول وكيل، يعني جو اخذوه من البيت يابا ليش ما ليش قالوا استفسار؟ حتى ما نرجع ابنك. نعم. واخذوه على سجن الفيصلية، قال من سجن الفيصلية حكموني بسجن هذا الاخ والله حتى نسيت اسمه. اللي بالناصرية؟ لا هو ايه يعني قال سجن الحوت. سجن الفيصلية؟ ايه عافية، وقال ودوني على سجن الحوت. نعم. قال حكموني، قال احنا يمكن اربع سيارات طلعونا احكامات حكم اعدام كلنا طلعونا على سجن الحوت. نعم نعم. بتذكر كيف حكموه؟ بتذكر كيف حكموه؟ بسجن تلكيف. نعم. ايه سجن تلكيف حكمه وطلعوا على سجن الناصرية. اها. ايه فيا استاذ اسهل والله يعني اطفال كلها ابرياء والله يعني شباب يعني الى متى احنا نبكي على اولادنا دم؟ يعني الكاظمي سوانا هاي من قعد استلم المنصب لحد الان سوانا خليه يروح يزور سجن الحوت يقول احنا بزنزانه ما اعرف كم نفر احنا بزنزانه يقول كل من ياكل على قريولته يقول يعني زخم 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 كبير. نعم نعم معروف معروف. ايه والله يا استاذ اكل احنا مطالب العفو العام. وصلت يعني رسالتك ان شاء الله. خليه يروح السجن يزور السجن ويشوف اولادنا يشوف حالهم تركت الله يرحمه بحالهم يطلعهم الشباب كله والله ابرياء يا استاذ اكل. نعم. انا ما بس اطالب بابني اطالب بكل الابرياء بكل المعتقلين بكل الامهات اللي حتطالب باولادها وحتمشي دم على اولادها. نعم نعم. واحنا ندعي عليهم والله ندعي عليهم بدل ما ندعي على الكاظمي وندعي على البرلمانيين خلينا ندعي لهم بالخير يعني وين شرف فيني سمحنا الامهات ندعي. طيب وصلت رسالتك ان شاء الله وسمعوها كل العالم ونتمنى انه يسمعها واحد من السياسيين ويتحرك في خصوص السجناء والمعتقلين. يعني احنا قلناها سابقا قضيه المعتقلين العراقيين هي جرح عراقي نازف ومدى يعني مدى يطيب هذا الجرح هو وقضية النازحين العراقيين اللي عايشين بالمخيمات وملاقين فرصة حال. عندي أبو حسن من بغداد، حياك الله يا أبو حسن. عاشم إن شاء الله أخوي، الله يحييك إن شاء الله ويحفظك يا رب. أنت العايش أخوي، يحفظك ربي. الله يخليك أخي. الآلام يعني كثيرة، يعني قد ما تحسب الأحساب يعني لازم يسوون بها قصص، يعني قصص وقصص. فهي أمريكا يا أخي، أمريكا كلها أطماع، هي أطماع بخيرات العرب مو بس العراق. كل العرب اطماع عندها. نعم. فهذول يعني وين ماكو بلد بينمو ويقوى ما يخلوه، يعني ما يخلوه يشوف دربه ولا يخلوه يعني يتمتع بحياته او يعني ينتج. فهي هاي امريكا، يعني هسه هاي امريكا لما تشوف هي طبعا تشوف كل شيء واوامر من عندها، يعني ما يشوفون معتقلين او بيوت مدمره او نازحين او كذا كلها أوامر أمريكية. نعم. يعني أمريكا بلد يعني بلد بلد لصوص، هي ما تجيب لك العراق رجال بناء، لا رجال تهديم. فالعراق يبقى إن شاء الله يعني أبد الآبدين إن شاء الله بخير. بس كوني لجمو أهله مو جوي دولة على الدبابة الأمريكية وجوي يحكمون البلد. أي سياسي بالعراق أتحدى إذا هو عراقي. ليش؟ لأن لما يشوف عائلة بمخيم نايمة ومتلذذة بالحار وبالبرد ويقول ساكت هذا مشارك تدمير العراق أو مشارك تدمير العائلات كلها. يعني أسأل المعتقلين هاي وحدة، المخيمات يعني شلون شفتوها بالتلفزيون بالثلوج ومتبهدلين ومطر ونطير الخيمة مالته والمساجد اللي احترقت دمرت والقرآن اللي انضرب طلقات والجماعة هذول الملة القدرة هاي اللي طب للمسجد وترقص بيه أو الأمرأة اللي اغتصبت أو الرجل اللي اغتصب فهم كلهم إدارة أمريكية، هذول مو عراقيين. لأن لو عراقيين
كان عندهم ضمير وقالوا احنا هالبلد هذا اخونا هاي اخوتنا هذا هذا فلان هذا فلان، بس هذول جايين من تدمير العراق. نعم هم اداه امريكا واسرائيل وايران. ايران وما شاء الله ايران يعني تاريخها اسود من زمان. فالشعب نعم. الشعب لازم يصحى على الماساه اللي يعيشها. طيب وصلت واعتذر منك راح اقطع الاتصال بس عندي اتصالات كثيره. سعد من الكويت حياك الله يا سعد. يا هلا بيك يا استاذ يا محترم اريد احكي واشارك الله يخليك استاذ فضل. ما صحت هذا الكلام. في سيد سابق يقول ان مليارات العراق جزءا من المراجع العظام انطوها. يا استاذي الكريم انطوها هاي المليارات لكل عراقي وعراقيه. اذا هناك ما في فقر بالعراق لانهم يملكون المليارات. أخ سعد مليارات وزعت على الشعب العراقي؟ العمامة عليه 10 امتار تقريبا. هذا سابقا هذا كلامه يا استاذي. اما بالنسبه لكلامك عن التعذيب يا استاذي الكريم يعني هذه جريمه النكراء ضد الانسانيه. التعذيب اللي قلت من فتره الان يعني جريمة النكراء لا يرضاها ولا يقبلها الدين ولا القانون ولا الدستور. وباسم يا أستاذي باسم الدين باقون المافيات وقسيل الأموال وفيروسات كارونا وفروخة تحياتي لك وللقناة والشكرا. حياك الله أخ سعد بس على مود تكون بالصورة. أنت قلت وزعت المليارات على الشعب العراقي إذا ماكو فقر بالعراق. أحب أقول لك أنه نسبة الأمية بالعراق عبرت 40% ونسبة الفقر كبيرة جداً، واللي عايشين تحت خط الفقر بالعراق يتجاوزون ثلث الشعب العراقي. أما الفقر فافتح التلفزيون وافتح اليوتيوب وشوف العشوائيات وشوف الناس شلون عايشة راح تعرف أنه المليارات اللي سمعت أنها وزعت على الشعب العراقي راح تلقاها بجيوب السياسيين اللي حاطين ولدهم وجهانهم بالخارج باستراليا وبأوروبا وبغيرها وبغيرها. والشعب العراقي عذرا من الكلمة ما كل وحل. أم تبارك من صلاح الدين حياك الله. ألو 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 هلا بيك أم تبارك. حياك وحيا القناة العظيمة وعامليها. حياك الله أختي. بتوصل صوت المظلوم. واجبنا. أستاذ أفل احنا نعم. من صلاح الدين صارنا من 2014 الحد هزة نازحين. نعم. لما محمد يتصل من محافظة صلاح الدين يقول الكاظمي يشتغل، الكاظمي وين يشتغل؟ ايش سوى؟ رجع النازحين؟ طلع المعتقلين؟ هسه انتوا وين نازحين تبارك؟ الو الو وياك ام تبارك، هسه انتوا وين نازحين؟ احنا هسه نازحين من اطراف سامره داخل سامره وقاعده سرايا ببيوتنا. السرايا ما تقبل تطلع من بيوتنا، نسير مراكز عشر على ما تطلع حد يرجع لبيوتنا، احنا داعش ما قد منطقتنا. طبتها هي الجيش والميليشيات طبتها داعش ما دخلها. نعم. وطلعونا وسرقوا اموالنا. واعتقلوا شبابنا. وين الكاظمي؟ الكاظمي شو اشتغل؟ لا طلع معتقل، لا طلع هاي المغيبين، ولا رجع جماعة جرف الصخر، أغلب يا جماعة صلاح الدين من جلام الدور، من جزيرة سامرة، أطراف سامرة، كلها نازحة. لما أحمد يتصل يقول من محل صلاح الدين الكاظمي يشتغل، وين شغل الكاظمي؟ الكاظمي عندك من جماعته. نعم. وأنا أشكرك أستاذ. شكرا أكل. شكرا شكرا لك أم تبارك. أم صالح من الموصل ويانا حياك الله. أخويا ضحك ابني من 2006. نعم. تسمعني؟ من 2006. نعم. صار له 14 سنة. كان بسجن الحوت. ضحك هو قالوا لي خطف. ها؟ جابوا لي التنازل، احنا عشائر بيناتها فضيناها. والنعم منكم. هسه كان بسجن الحوت.
وقت من سد الحوت على سجن التاتي. أنا حرمة كبيرة أتدين وأروح عليها. اليوم 8 أشهر لا ما جانا شي، ما أعرف وميت طيب ما أعرف. نعم. عنده تنازل الله وكيل جاء وتنازل وقال لي يا شيخ صالح وكل شي ما عندنا. واليوم 14 سنة لوزني. من 2006 تسمعني أخويا؟ دا أسمعك أمه. اي والله انت قلت لي انه هو متهم بقضيه خطف، ايش قد محكوم هو؟ هو انحكم 20 سنة، اليوم 14 سنة هو. والله والله نعم. هي تقول تمرقني ولا عارفها، وانا حرمة كبيرة بالله ما اقدر امشي من هي اللي انا يوديني مات المروة ويجيبني بالله اروح عليها على الماجهة. نعم وصلت وصلت رسالتك. أخوي أخوي الله يرحم والديك الله يوفقك إن شاء الله. وصلت رسالتك إن شاء الله وسمعوها، وشكرا شكرا لك أم صالح. هلا أخوي أنا هلا بيك على راسك. من بغداد أم عبد الله، حياك الله يا أم عبد الله. حيا من قال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية الحرصة ولا قناة الشرفة وكل شراق الطريق. حياك الله. أستاذ حضرتك تقول جمال اسمكم جمال قزر، جمال جوزف يقول احد النواب اللي موجودين بالبرلمان ايه انه قسم من البرلمانيين يدوي عن طريق التزوير وقسم يدوي عن طريق الفوز. يعني اذا هم عن طريق الفوز او عن طريق التزوير كلهم شياطين ساكتين عن الحق. نعم. يعني شنو سوى 15 سنة؟ سوى كل تقديس اسلحه في العراق، أسلحة في سوريا وأسلحة في لبنان وكل واليمن وكلها قتل الشعب العراقي وملاحقة المتظاهرين العراقيين بالدرجة الأولى وبالنسبة للبنانيين وبالنسبة إلى طبعا فلسطين هاي تركناه احنا لأن صارت من حصة إسرائيل، يعني ما نعرف شنو الوضعية. اللي يتحمل المسؤولية أستاذ هو حزب الله. نعم. والله كل الأحزاب السياسية اللي موجودة بالعراق هي منزع هذا الحزب اللي يقوم بعملية إدارة الأحزاب الشيعية والدينية، تقوم بعملية إدارة الدفع السياسية في العراق. نعم. كل شيء مستفادين، الشعب العراقي متدمر، الحياة متدمرة. أما بالنسبة إلى صليوة هذا يقول إنه حل مشكلة العراق عن طريق أمريكا أو المجتمع الدولي. الدولي أستاذ، إذا المجتمع الدولي إذا كل أعضاء أمريكا هم أصحاب في جمعية سرية يسموها جمعية الموت، هي جمعية الجمجمة والعظام، هذول الرؤساء الأمريكان يقومون بعملية الاجتماع في مقبرة ويقومون بعملية إنه يحطون مؤامرات دولية ضد الشعوب العربية خاصة وشعوب العالم الثالث. يعني هذا اللي جرى من أمريكا وجرى من إسرائيل. يعني أمريكا وهي خامنئي سوت ما سوت في العراق، إسرائيل وإيران ما سوت في لبنان، زينس لبنان يقومون يردون يوقعون أستاذ على وثيقة يطلبون انه رجوع الاستعمار الفرنسي ويدير امور لبنان. فاحنا يعني راح نسوي مثل هاي الحالة انه يعني امريكا انه مسيطر علينا. يعني وين صار صغيرة العراقيين يا عراقيين؟ طيب. ترى ما في انتخابات ولا انتخابات شفافة. اما بالنسبة للقاضي يقول انه انتخابات، ترى ما في انتخابات استاذ، لأنه ماكو انتخابات شفافة تصير، إذا صارت هي مزورة، لأنه هم دول يحكمون على أساس هم في سلطة الله سبحانه وتعالى. طيب. على الأرض، وهذا غير ممكن، يعني هذا على الشعب العراقي لازم يدرس القضية، لأن إحنا دولة يعني مستحلة من دول 60 دولة. يعني شلون؟ نعم. ام عبد الله يعني انا عذريني اذا اقطع اتصال، بس صدقا عندي كم هائل من الاتصالات ارد اخذه، وشكرا شكرا لك للانضمام لنا. ام ناصر من الفلوجه، حياك الله يا ام ناصر. ام ياسر العفو. تفضلي ام ناصر. ام ياسر. ام ياسر هلا بيك اختي. ايه
اني والله من الفلوجه اريد ومنا منك ومن اهل الفلوجه عندي معتقلين اخوان اثنين نعم اي والله من دار يعني من 2004 من امريكا من 2004 الامريكان معتقليهم اي نعم اي نعم 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 اعتقلوهم من البيت بعدها تم ترحيلهم الى ابو غريب وبعدها تم ترحيلهم الى تعرفوا تانكيلة عندي مكتوبة هنا إذا ممكن تنتظر بخير أيه إلى سبع البار ومن سبع البار إلى مطار وبعدها إلى بوكا وبعدها ما عرفنا أي معلومات عنهم لحد 2010 كنا متواصلين وياهم لحد 2010 يعني صار لكم 10 سنين ما تعرفون عنهم شيء أي والله دؤي نعمان هذول اخوان زين سؤال يعني هم اعتقلوهم الامريكان نعم. ليش هم كانوا مخطيه بالبيت فما يعني مثل ما تقول بقدروا يطلعون فصار عليهم مثل ما تقول القوات الامريكيه فاتت وما يقدرون فاعتقلوهم يعني مثل ما تقول شبه يعني هاي هي اللي اقول لك اياها خير نعم وصلت زار اعتقلوهم والله لحد الان ما ندري عنهم وين ما وين نعم يعني اعتقلوهم من اعرف عنهم لحد الان والدي لحد الان متاثرين بيهم لحد الان يجي يعرفون مصيرهم وين هل بقاهم بالحياه ام عايشين لو وين نعم وصلت وكان والدي يتواصل وياهم نعم وصلت رسالتك ام ياسر وهم الى نعم وصلت رسالتك وعذريني نعم. يعني دا اقطع الاتصال بس صدقيني عندي هوايه اتصالات لازم اخذها شكرا جزيلا لك وان شاء الله راح نتحدث بهاي النقطه همينه قبل ما نختم البرنامج ويطمن قلبكم على اخوانكم ابو حسين من كربلاء حياك الله حياك الله اخوي السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والكرام شكرا لك وشكرا للكادر هاي القناه الموقره لا شكر على واجب اخوي الغالي انا بحب اتعلق على الاخ المتصل قبل نعم. شوية من دولة الكويت اللي يقول المليارات تنفق على الشعب العراقي. نعم. هو هذا الشعب العراقي طبعاً هو محارب من جميع الدول اللي داير مدار واللي أقرب الناس إليه. وهذا يعني أنا أعتبره مدفوع من أحد الأحزاب الموجودة في العراق. نعم. يعني بس خلي يشوف يعني بعينه ويطبع القنوات عن طريق التلفزيون وعن طريق الإنترنت وخلي يشوف الناس شلون عايشة. لان ما اجى رئيس يحكم بايحاض من 2003 لحد الان ما راح يجي الرئيس يحكم وهاي مدى الحياه الصراحه ما بتامل خير بحكام العراق وخاصه حكام الشعب نعم بعد وصل الكلام يعني ان شاء الله يسمع الكلام ونشوف نعم وصل واشكركم شكرا لك ابو حسين ام سميره من الموصل حياك الله أم سمير يبدو أن الاتصال ويا أم سمير انقطع أتمنى يا أم سمير ترجعينا مرة ثانية حتى نسمع رأيك أو تعليقك على الموضوع أبو فيصل من السعودية حياك الله أبقاك الله مساء الخير أستاذ مساء الأنوار تحية لك وتحية الغلاج وتحية الكادر الطيب حياك وبياك تحية ثوار تشريك كل محافظات العراق تحية لك حياك الله اخوي العزيز استاذ بالنسبه الله يحفظ بالنسبه للعراق استاذ في ظل هذه العصابه الحكومات هذه المتعاقبه التي هي نفس الوجوه يدولون يعيدون هي نفس الوجوه لا تنتهي الا بثوره الشعب اما لا تعودون على الامم المتحده ولا الامم المتحده هي شريكه بالجريمه من 2003 وهي مصلحه الوضع مع الميليشيات ومع مستفيدة من الوضع الممثل الأمم المتحدة كلهم مستفيدين من هذا الوضع بالعراق مع الأسف يعني فلا نعول إلا على الله ثم على الشعب العراقي لأنه إذا تحرر العراق تحررت الدول الثانية اللي هي سوريا ولبنان الشقيق فتحرير الشعب اللبناني واليمن برضه نفس المأساة وسببها هو مع الأسف احتلال العراق والعراق لم يقبل بالظلم مهما كان سوف ينهض هذا الشعب وهو جمجمة العرب وسوف ينظر النصر قريب إن شاء الله بالسواعد العراقية الشغفة وتحية لك حياك الله أخوي العزيز حسين من البصرة حياك الله حسين السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام حسين من البصرة حبيبي
والنعم منك ومن اهالي البصره كلهم. الله يحفظك اخي العزيز، انت بشوكم خير ان شاء الله. نحمد الله على كل شيء، تفضل اخوي. الله يحفظك، طبعا انا احد متابعي برنامج، صوتكم رائع كلش وجدا، وبالفقير ان شاء الله هو صوتكم هذا. ونتشرف بيك وبكل الشعب العراقي. الله يبارك بيك اخي العزيز، اخي العزيز بالنسبة للموظفين اريد انا اشوف قناتكم وتوصلونها للمالية، توصلونها لرئاسة الوزراء. بالنسبة للموظفين يعني مظلومين لا على نعم. نعم نعم اخ حسين كمل. يعني موظف مستحق يعني على راتب من شهر الثالث، ومستحق ترفيع من شهر الثاني، ولحد الان الترفيعات متوقفه. هو استحقاق موظف يعني الموظف الثاني الترفيع ماله يوم يوم. نعم. اي فاحنا راتبنا قليله وما تكفي واصحاب عوائل. فالناشد الناشد قناتكم الطيبه الرائعه بانكم توصل صوتنا للوزاره الماليه باطلاق العلاوات والترفيعات. نعم ان شاء الله يصل. شكرا لك اخ حسين من محافظه الانبار. علي حياك الله يا علي. علي من الانبار. علي وياي، انقطع الاتصال يا الاخ علي، نتمنى يرجع لنا. ام علي من محافظه بغداد حياك الله. عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام أمي. أخوي العزيز أشكر قناتكم الشريفة اللي توصل صوتنا. لا شكر على واجب. الله يخليك يا بعد عمر استاذ. نعم. أنا عندي سجين من الشعبة الخامسة. والله العظيم قضيته مشاجرة وانحكم عليها مؤبد والله لا عنده قصد. ولا يعني من قصد اللي هو يعني يضرب واحد، وهو مواليده 99، صار له 3 سنين. زين لا تسمعني استاذ وياك. اي دافهمها عشائريا، ادعى شيخ من بلدان اسمه سلاح عير مريوس، باقي الفصل مالكي، وناشد كل شيوخ من إلام الشرفاء اللي يسمع صوتي خليه يرجعني الفلوس، زين اروح للعالم انطيهم تنازل، بس الله يكون عن هذا الطفل. يعني ادعى بان هو شيخ وفاق الفصل مالته، ويستمعون كل شيوخ من إلام الشرفاء اللي يسمع صوتي يخابره ويقول له تعال عمي هاي المره شاخذت الفصل مالها دلينا عليها. زين؟ نعم. واني اشكرك. اريد كل شيخ شريف من الاسلام يسمع صوتي ان شاء الله يصل صوتك ام علي. شكرا جزيلا لك. محمد من السعوديه حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه لك اخوي الصقر وكادركم المحترم. حياك الله اخوي العزيز. يا اخوي بعلق بس تعليق بسيط على الأخ سعد اللي اتصل من الكويت، ما أدري الكويت. نعم. ممكن الرجل عنده معلومة ويقول المراجع العظام يعني إنهم يعني يعطون الشعب العراقي أموال. نعم. ممكن أموال السستانية اللي في المليارات اللي في بنوك بريطانيا ممكن نخليها للشعب. ممكن الرجل عنده معلومة هو. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما علينا. نعم. أخويا فهد. العراق مخطوف، فيه دولة تحترم نفسها، تحكم على يقاوم الاحتلال الصليبي، تحكم عليهم بالإعدام، وفيهم اللي له أكثر من 17 سنة في السجن. ما صاير أخوي أحمد. نعم. إن شاء الله يرجع البلد، بعدين إن شاء الله تحمل الأمور، ومنا بالله تم في ثوار تشريد الشباب الأبطال الشجعان. نعم. الناصرية وهي كربلة وأهل النجف. وهل بغداد بإذن الله أخوي إرادة الشعوب بتنتصر بإذن الله. تحياتي لك أخوي. حياك الله أخي محمد.
أم إبراهيم من السليمانية، حياك الله. السلام عليكم أخويا. عليكم السلام والرحمة والإكرام أختي العزيزة. بس أخويا أريد أحكي بخصوص المعتقلين اللي في سجون المطار أو السجون الأخرى العراقية، يعني ما صارت كل الدول سوت قانون العفو وطلقت سراح المعتقلين إلا العراق، بس نريد نعرف ليش. نعم. يعني شلون إلى متى؟ يعني هاي ما نعرف. هاي أنا أخويا بمواليد 96 سجن المطار أخذوه صار سنة، ما نعرف عنا ولا كل شيء. مرة واحدة واجهناه قبل الكورونا ولحد الآن لا يعني سمعنا منه شيء ولا سمعنا من عندنا أبد نهائيا. يعني ليش ليش نسر نعرف؟ أحكوا خلي هاي المتظاهرين بدل ما تطالب بالمي والكهرباء هسه بطلنا، إحنا العراقيين ما مشمولين بهذا. زين أختي، هو يعني أنت قلتي لي موجود في سجن المطار، يعني تهمته شنو من سنة؟ والله العظيم تهمته قاعد بالسليمانية مهجر، تهمته ما أعرف شنو، بالتسعة الصبح جو ياخذوا أساس كرجته سلموا السليمانية، بس هذا اللي عرفنا. يا هذا شنو ليش ما حد قاعد يقول لنا ليش؟ نعم. زين ما وكلتوا له محامي؟ ما خلينا على محامي، المحامي يريد من عندنا 50 ورقة، احنا مهجرين بشكل بالثاني يعني. نعم. شكرا شكرا لك ام ابراهيم، وان شاء الله وصلت الرساله. ايضا همنا راح نتكلم عن قضيه المهجرين ومشكله المهجرين، وهي واحده من المصايب انه اهل ما يقدرون يخلون محامي، لان المحامي ده يطلب 5000 دولار وهم مهجرين لا شغل ولا عمل بمخيمات، وما عندهم انه يعطون هذا المبلغ. ابو زكريا من كركوك حياك الله. الله يحفظك من ياسك ويطول بعمرك. والله أسد، والله أنا أشوف هاي المعجزات مثل مهند مثل إبراهيم وغيره وغيره، نعم أي حكومة دول يحصلون عليها. يعني إحنا وين الساعة؟ هذا الكاظم صار ثلاث شهور رجع له مهجر، طلع له سجين، طلع له إسخام، يعني أخذ حج هذول الشهداء الحراك فوق 800 واحد و30,000 جريح أخذ حقهم. والله العظيم كاظمي والعبادي وعبد المهدي والجعفري والمالكي نفس الطاسة نفس الحمام، هذول يأمرهم إيران نفس الأمر. 17 سنة هذول حكموا العراق، هجرونا باعونا يقحونا، يعني تخلوا بالعراق 17 سنة ابني أكل. نعم نعم أبو زكريا، شكرا شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا. مصطفى السيد من مصر حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. نحييك ونحيي ثورتنا المجيدة ونحيي شعبنا البطل. حياك الله أخوي العزيز. ونحيي الأحرار اللي بنتموا للوطن وللأمة، الواعيين الفاهمين المحترمين، وندين ونستنكر اي لفظ عنصري من اي مجرم من اي دوله ثانيه. نعم. يا تتكلم في صف الوطن باحترامك يا ما عدتش تخش اصلا، والناس مش عايزه تسمع صوتك. اي مغيب اي غبي اي كلب ينتمي للعصابات او الميليشيات او التنظيمات الاجراميه فمرفوض صوتك جمله وتفصيلا. هنا الانتماء للوطن والامه وللانسانيه ولكل الاديان، كل ادياننا وكل اهالينا، ده موقفنا. فأي مجرم أي مجرم بيتهتم بيتمتم أو يترمي في حضن الفرس اللي أنجاز أنا يروح لهم هناك ما يتصلش هنا. أما سيدي بالنسبة لعصابة الاستعمار الجبانة فطبعا لا عهد لهم ولا وطن لهم ولا دين لهم أصلا ولا عارفين يعني إيه شعب. فسيدي إن شاء الله هم انتهوا فعليا، ونحيي شعبنا البطل، ونطالب بتحديد يوم، تحديد يوم من المحافظات يبقى اليوم الموعود. نعم شكرا شكرا لك اخ مصطفى. محمد من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك اخي العزيز؟ هلا بيك اخوي.
تاج راسي. احنا بس عندي موضوع اريد اسال بيه، يعني عندنا جماعه يناجدون الحكومه من ذاك اليوم ولهاليوم على مود السجناء المفقودين عند داعش. نعم. انا عندي عمي اختطف فوق دواعش قبل التحرير مال الجانب الايمن تقريبا ب 20 يوم. نعم. ورا تقريبا التحرير شهر او شهر ونص، خابرني على واحد تليفون لان انا عسكري وعندي اخوان اثنين عسكريين، خابرني واحد قال عمك موجود بمطار المثنى. نعم. تجي تنطي 30 ورقه تجي تاخذه بس توصل مستمسكاته. هم اتفقت وياهم على هذا الحكي. يابا بس انطوني مستمسك عنه، سمعوني صوته، دزوا لي الصوره، مقطع فيديو، لا الدز وبعدين عودك يطلع عمك. نعم. انقطع الاتصال ويا الأخ محمد. كنا نتمنى أنه نفهم القضية بشكل كامل، بس يعني هي ابتزاز اللي افتهمناه من عنده. قبل ما نختم البرنامج رسائل الواتساب، أول رسالة ويانا: مرحبا أستاذ أفل، تحياتنا لك ولكادر البرنامج. السياسيين بالعراق والفساد مالتهم يمكن آخر موضوع نحكي به، لأن صار شيء متعايشين وياه، وبالنسبة إلنا كلش طبيعي. العراقيين صاروا يقولون كلهم حرامية عليهم ويضحكون، ولا كأنهم ديبوقون خيرهم، ولا كأنهم مغتصبين أرضنا وتبعية، واحدهم خيرهم ماخذ شهادة إعدادية بكيفهم يخططون وينفذون على أساس خطط وما أعرف إيش، وهي عبارة عن تدمير بتدمير، وخطط المزعطة يسوون أحسن من عدها. الرسالة الثانية: السلام عليكم، نطالب بالعفو العام. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع. أستاذ أفل المحترم، أطالب المتظاهرين وقادة التظاهر والشعب العراقي أن يتحركوا ويبدأوا بالصفحة الثانية للتظاهر والتحرك على تحرير الوزارات من يد هؤلاء الفاسدين، ابتداء بوزارة العدل واتخاذها مقر للثورة السلمية وبقية الوزارات الواحدة تلو الأخرى، حتى تحرير آخر وزارة وكنس الاحتلال وأعوانه إلى مزبلة بغداد والتاريخ قبل الانتخابات، وتشكيل حكومة من رحم التظاهر أصحاب مهن وكفاءات من الشعب العراقي بإشراف الشعب العراقي والجامعة العربية والأمم المتحدة. والسلام عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأنتم يا أهل العراق لدغتم من الجعفر مرة، ومن نور المالكي لمدة 8 سنوات، ومن العبادي مرة، ومن عاد عبد المهدي مرة، والآن جاء دور الكاظمي، فمتى ستتعظون يا أهل العراق؟ جميع الذين يخافون من غضب الله العفو العام عن جميع السجناء مطلب جميع الشرفاء وجميع الوطنيين. ورسالة أخرى: السلام عليكم ورحمة الله، أنا أم محمد، نطالب بالعفو العام. يعني من الاتصالات اللي شفناها إخوان معتقلين من 2004 على يد الاحتلال الأمريكي من 10 سنوات، أهلهم ما يعرفون بأي شيء، هاي طامة كبرى، ولا يعرفون مصير ولدهم. ويعني والأخت اللي اتصلت تقول أتمنى أعرف بس أنه هم عايشين لو ميتين ونعرف عنهم شيء. والأخ اللي متهم بقضية مشاجرة تحول إلى مؤبد. أما شخص من سنة هو مهجر من أهل سليمانية، والمحامي يطلب $5,000 أو بما ما تعرف عليه 50 ورقة، والأهل ما يتمكنون من هذا الشيء، ومصير ابنهم مجهول إلى اليوم. والأخ اللي يقول عمي يختطفوا داعش ويطلبون 30 ورقة ويقولون نطلعه وما نطيك أي مصير عنا إلا تدفع عنا، فهي قضية ابتزاز في ابتزاز. هذه القضية اللي داعيشوها العراقيين يوم بيوم، هي جرح نازف لهم، لكن الوقت أدركنا. نحكي عنها بشكل أوسع إن شاء الله بحلقات أخرى. قبل ما نختم، تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727، الاستقطاب أفقي، معدل التربية 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايسات. نتمنى تدخلون هاي الإعدادات حتى نظل مستمرين وياكم. مشاهدينا الكرام، صوتكم انتهى لهذا اليوم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر بحلقة جديدة. في أمان الله.